السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة كود بورتال التعليمية. النهاردة بإذن الله موضوعنا مهم جدا 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 في لغات البرمجة عموما، اللي هو المتغيرات أو الفاريابلز. يعني كلمة فاريابلز؟ تعالوا نشوف مع بعض. الفاريابلز أو المتغيرات معناها إيه؟ It is placed in the computer memory RAM. مكان في ذاكرة الكمبيوتر. Have value. عنده قيمة. And name. And data type. ونوع. عنده اسم وعنده نوع. والفاليو بتاعه الفاليو can be changed، ممكن تتغير change، وقيمته ممكن تتغير. يعني الكلام ده تعالوا نفهم مع بعض. اولا يعني ايه مكان في الميموري؟ طيب تعالوا كده نفتح بروجرام نكتب عليه الوورد مثلا، وارسم لكم كده شكل او الباك جراوند بتاع الميموري بتشتغل ازاي. بص كده هعمل insert table كده وارسم لكم شكل الميموري ده. وليكن الميموري بتاع جهاز الكمبيوتر بتاعي. اولا كل سيل من الخلايا اللي عندي دي حجمها 1، الخليه الواحده السيل الواحد بيساوي 1 بايت. يبقى الخليه الواحده هنا كام؟ 1 بايت. وليكن مثلا انا عندي الميموري بتاعي وليكن 8 جيجا بايت. خلاص احنا كنا عارفين او عندنا علم ان الجيجا بايت فيها 1024 جيجا بايت، يعني ال1 جيجا تساوي 1024 ميجا بايت، وال1 ميجا بايت تساوي 1024 كيلو بايت. سوري، كيلو بايت. طيب وال1 كيلو بايت يساوي 1024 ايه بايت، هو ده اللي بنتكلم عليه. يعني لو عايز اعرف مثلا عندي في الرام بتاعتي كام خليه، هضرب 8 في 1024 في 1024 في 1024، هيطلع لي فيما يعادل حوالي 10 مليار خليه داخل الرام الموجوده معايا، اللي داخل ذاكره الكمبيوتر بتاعي. الخلايا دي وظيفتها ايه؟ انا مثلا جيت فتحت اي بروجرام، يروح البروجرام واخد الجزء ده حجزه، البروجرام اللي انا فتحته ده، هو ليكن مثلا نديله اي لون تاني مختلف، تمام؟ ده اللي هو مثلا ده بروجرام الايه؟ الوورد، خد الجزء ده. رحت فاتح برنامج تاني زي الفيجوال بيزك، يروح الفيجوال بيزك حاجز الجزء ده. رحت كمان فتحت كمان بروجرام زي الفوتوشوب. راح حاجز الفوتوشوب الجزء دوت، اروح فاتح كمان بروجرام وليكن اي بروجرام بقى الاكسل، يروح الاكسل حاجز الجزء ده. فاضل الجزء ده، لو انا رحت فتحت كمان بروجرام يروح حاجز الجزء المتبقي. ايه اللي يحصل ساعتها؟ هنلاقي الجهاز تقيل جدا مش قادر ينفذ، فتحنا كذا ابلكيشن مع بعض، يبتدي العمليه عندي تتقل قوي لان الرامه مش مستوعبه داتا تدخل عليها بعد كده، تمام؟ فايه اللي بيحصل؟ تلاقي الجهاز علق او هانج، هنج يعني بالبلدي، فيبتدي الرامه مش شغاله مش مستقبله. زي بالظبط اديكم مثال كده، لو انا قعدت اشرح لحد من دلوقتي لحد تاني يوم، هل حد يقدر يستوعب كميه الداتا او المعلومات اللي ممكن تدخل في دماغه دي كلها؟ لا طبعا، بيجي عليه وقت الميموري عنده بتتملي، فعايز يفصل كده شويه وبعد كده يرجع يقدر يستوعب تاني. برضه كذلك الميموري بتاع جهاز الكمبيوتر. فانا بستخدم الميموري دي في تسجيل فاريبل. الفاريبل ده له مكان، يعني فتحت الفيجوال بيزك، يقوم الفيجوال بيزك حاجز جزء ده من الرام، تمام؟ فانا لما باجي ارمي داتا دلوقتي في الميموري بتروح تتحجز في الجزء بتاع الفيجوال بيزك، تمام؟ فانا بستخدم الفاريبل في حجز اماكن في الميموري عشان خاطر لما يجي حد يستخدم البروجرام ده بعد كده ويجي يدخل حاجه يبقى الكمبيوتر عارف الفاريبل ده وظيفته ايه. زي لما بنيجي نستخدم الكالكوليتر مثلا،
الكالكوليتر، مجرد ما فتحت بروجرام الكالكوليتر كده، تعالوا نفتحها مع بعض. ادي الكالكوليتر بتاعتنا، تمام. انا مجرد ما ضغطت 5، ال 5 دي متسجله في الميموري ان ده مكان، المكان ده هيدخل فيه قيمه رقميه، تمام، متغيره. متغيره يعني اي يوزر يقدر يدخل الرقم اللي هو محتاجه، بس طبعا ما ينفعش يدخل حروف. انا قايل له اللي هيدخل هنا ايه؟ نمبر، تمام. فكده انا حجزت مكان في الميموري، كبروجرامر بقى مش كيوزر، حجزت مكان في الميموري لفاريبل اليوزر يقدر يدخل. طيب تعال نطبق الكلام ده في بايثون. انا دلوقتي لو جيت شغلت البروجرام بتاعي بالطريقه العاديه بتاعتنا اهو زي دوت، print 1 plus 2. طب ما بدل كده انا ممكن نشيل الكلام، او تعال نطبقه تحت، نسيب ده ونيجي تحت نكتب هنا. اولا انا بعمل declare للفاريبل ازاي، تعال نشوف مع بعض. declare دي يعني الاعلان، declare او declaration of variables. تعال نشوف مع بعض. وليكن مثلا عندي variable اسمه number one equal، او ممكن n1، وهنتكلم ازاي اسمي الفاريبل، equal 5 او خليها 1 زي اللي فوق، واقول له number 2 equal 2، وعندي sum equal number 1 plus number 2. طب تعالوا نعمل save كده ونبتدي سيف، ماشي كده شباب، ونرن كنترول بي كده. شفت اللي حصل؟ تمام، بس استنى نوقف بس الكود ده عن العمل. نعمل سيف، نعمل بس بيلد البايثون. ايه الخطأ هنا؟ مش عايز يظهر ليه؟ حاجة مهمة جدا، كويس ان انا نسيت عشان خاطر وانتوا شغالين ممكن تتعرضوا للنقطة دي، مهمة جدا. ايه هي النقطة؟ في بداية كده وانتوا بتتعلموا برمجة ضروري تنسوا، وحتى لو مش في البداية في النهاية برضو لو انتوا محترفين جدا في الكود معرضين ان انتوا تنسوا امر معين. الامر هنا الشاطر بيقدر يقول ايه اللي انا نسيته. انا هنا عملت عملية حسابية و اديت قيم للفاريبل بتاعي او المتغيرات بتاعتي، بس ما قلتلوش طلع الناتج على الشاشه. هو حسب بس تسجل الداتا دي في الميموري. انا دلوقتي عندي كام فاريبل؟ 1 2 تمام 3، 3 فاريبل، ودي طبعا اريثمتيك اوبريشن، عمليه حسابيه. الثلاثه فاريبل فعلا سجلوا في الميموري ان نمبر 1 ب 1 ونمبر 2 اتسجلت ب 2 والسم مجموع نمبر 1 بلس نمبر 2. طيب انا ما طبعتش، فهاجي في السطر اللي بعده اقول له برنت اظهر لي على الشاشه ايه؟ الصم. ونعمل سي ونرن كده مع بعض يا شباب. طلعت ب 3 تمام. طب تعالوا نغير دي كده ونخليها 5 ونعمل سي ورن، طلعت ب 7.